عليا ما تقاش تنص عليا ما تقاش تنص عليا حيد ما تقاش تنص عليا غتقطع لي الجاكيت غتقطع لي الجاكيت عليا حيد انا غنوريك ناري 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 انا غنوريك مخبي التليفون مخبي التليفون السلام عليكم اخوان كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم في قناه سميع عاشق. اليوم غنديروا واحد البرانك اللي هو زوين بزاف. ساميه صبنات وطلعت نشر. المهم غنديروا لها واحد البرانك وحارف انا في التصبين ديالها كتكون مخربقه هاد التليفون غيتخبى خديتو من عند الدري صاحبي. المهم شبان لكم نحمقوها غنحمقوها وغنرونوها وغنبلبلوها. المهم غنزرب على الكاميرا بالزربه غنمشي نقاد انستاليها هكذا الى اخره. هي غتشوفوا دابا اخوان كملوا الفيديو كنموتوا عليكم ما عليكم العز الاخوان. اخوان ها فين غنحط التليفون فين غنحطه حطو تحت الناموسيه لا غنحطه تحت البلاصه ديال الدرب العزو هادي واللوح هنا المهم انا غنسد الباب دابا بالساقطة نتسنى هوايا شاف الدابة دابا 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 غنشاف الدابة نعم حيت سمعتها هابطة من الدروج وي بلاش حل الباب وي مالك اخويا مالك وي تشلي مالك وي تحط الباب عليك مالك بسم الله عليك عرفتي عرفتي البرد 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 في السطح شنو هاد؟ خلينا نخاف خرج الزاك. عرفتي طلع عليك زاكي السطح الله يسهل عليك زاكي ديال الكوزينه. واني شات طلع عمر يرحم لك الوالدين دابا طلع عمر يسهل عليك ماشي دابا ما نطلعوش دابا سامي خلي واحد شوي. المهم انا غنخرج نقدا واحد البلان وغنمشي. ودابا صاحبك احسن مني ولا بلان احسن مني؟ قلتي صافي واش نقدا واحد البلان انا ساعة عرفتي خبرك من الطنز ديالك طلع عليا عرفتي البرد 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 واش هادي معك تقاشر انا نجي لك تقاشر شري هي جوج راه صبنتهم كاملين يا راه جيت تقاشر انا جي انا جي ودابا طلع عليا بعدا طلع انا نطلعهم لك يلاه هادي شي تخيل دابا كتولي الزربه للسطح والله حتى عيطت قسما بالله انا نطلع من الكتابه دابا المخليه واسيم مع الدار باش ما يبرزطناش شفتي شحال ديال الزربه عندي وفاش انا من الصباح انا كنطلع في السلات كتشوف كلشي بعينك ما خاطرش تطلع لي الزربه يلاه سير طريح انا جي فين غادي بعدا انا جي ما تعطلش عاتك بلاتي بعدا دابا دابا ما تبقاش هاديك ما تقيزهاش وعلى ما علاش ما تنعس انا عرفتي تعصبت بحق الله علاش تعصب شي ما صافي نسى هادي يا بنتي انت عطيت شعرات قريتي بها لا حاجه معايا ديك الناموسيه ديال الدية وقلتي داك الشيء ما كنت ما تقداش يا خويا ودي الناموسيه باش قداش سير 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 Thank you.
الو والموج ديال البرد يا سامي الموج ديال البرد مستحيل مال خارج خارج لا ما غادي نخرج نسيتي شي حاجه ما نسيتش والو غادي نخرج نتخرج بغيت نصور عندك شي تليفون زايد ما عندي حتى شي تليفون انايا متاكد ما عندك شي تليفون زايد تليفون لا صافا ما عندي حتى شي تليفون مالك فين شي تليفون شي بعدا نشرب سير تشربي تليفون هاي 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 انا ماشي بس المرة في الحياة لي يا غير بس المرة في الحياة لك تليفون انا غادي نحل لك ان شاء الله عندي تيجي لك راه التليفون انا اللي لك مرحبا غادي نحل لك ان شاء الله انا اللي مابقاش يدير معايا في الهضرة هادي انا غادي نحل لك انتي باغا ليا انا غادي نحل لك نقولك انا الصراحة ديال من هاد التليفون هذا ديال من هاد التليفون يلا ونكبروا ما ديال ماشي ديالي ماشي ديالي كيفاش ماشي ديالك كيفاش ماشي ديالك شوف انا قسما بالله العظيم غندير لك الشوه غادي نفزلك قسما بالله العظيم غندير لك الشوه اليوم دير من التليفون هذا شكون بخيتي ديك تصوني عليك هضري بشويه هذا التليفون حيد عليه هضري بشويه انا غنعيط للدار انا غادي نعيط للدار انا قسما بالله انا عرفت شنو غنخرج غنمشي نمشي بحال هادشي غنمشي نجلس مع هاد الكاع والله الا باقي جلست هنا في الدار هادي كاع انا غنوريك انا عيطت للطبيب شكون بعدا دخلتي اصلا عندك تعبئه هنايا شكون دخلتي غتصون عليا عندك تعبئه هنا ما عنديش تعبئه اختي ما عنديش تعبئه كاع انتي مريضة نفسانيا وحق الله اختي انا نقدر نمشي كاع لي شي ولا نخلي نمشي ها تليفونك نعيط ما نسيتيش ها هو حاطهم ها هو التليفون ما عنديش تعبئه هنا عندي عيني تعبئه عندي ما عندي حتى شي تعبئه ما عندي حتى شي تعبئه ما نيشان بعدا نعيط للدار بعدا كاين الويفي نعيط بعدا لامي هي الاولى بعدا الشوه غنشوهك اليوم وغندير لك الشوه غادي تقول لي شكون بخيتي هذه انا غادي نوريك اسي مابقايش نقز عليا انا غادي نوريك انا اصلا غادي نمشي بحالاتي الا مشيت بحاجه الله يعطيني شي مصايب انا غادي نجمع حوايجي وغادي نمشي بحالاتي انا غادي نوريك شكون هي شكون هي انا غنوريك حيد امشي راه تعرفتي انا غنوريك شكون هي انا انا غنجمع حوايجي وغادي غادي نوريك ديال امك ناري 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 طلعاتني ناري وتشارجي تليفوني اللي دابا راه اجي نجي نجي اسمعي 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 شوف ها شوف ها شوف ها سيت كمشي هذا شي تليفوني الصبات صوني هادي ولي صوني هادا ماشي تليفوني هادا ماشي وحده اقسم بالله عاد تليفونك اقسم بالله حتى تليفونك ماشي تليفون واش غادي تخبيني هنايا خبيتي تحت الكرسي ديال الدرب خاصك تعصب لي الخطر ديال امها ولكن هادي شي وحده فخشك هادي شي وحده فخشك جات وحطاتو هنايا انا ماشي ديالي داك التليفون انا تنكر ماشي ديالي داك التليفون انا غنخرج اختي هذاك قسما بالله وتفوت البال انت غتكون هضره وحده اخرى والله انت غنشوهك قدام الناس الا ما شوهتك قدام الناس انا راه ماشي ساميه انا يلاه سيري خرج انا غادي نوريك يلاه سيري خرج سامي الدريويش ما غتبقاش دريويش دابا انا ما غنبقاش دريويش ما غنبقاش دريويش واش كنمشي غادي انا كنت باغي نقول لك اخويا ما كان اصلا ما كانش الثقه بيناتنا غادي التليفون هنا يا اخويا شنو معنيتها شنو معنيتها غير بالزايد راه غنولي في الشارع انا معصبه دابا شنو معنيتها هذه مخبي التليفون هنا شنو معنيتها ماشي انا اللي مخبيها سامي معنيتها هادي ماشي انا ماشي انا مش عارفشيني انا وشكون اللي معنيش مين اللي غندب وجهي هكا 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 غندب وجهي غندب وجهي انت
وما تنساش اصلا اصلا ما تنساش ندير لك شي اصلا ولا ديتي تنعرف انا شكون تنعرف انا الشبيعه ما نعيط لامي على التعبيره وانا عطاني مالكسوني وقسما بالله تغادي طيح شي روح ولا طيح الدار غادي هو الطيح ديال ما تنتمنى هذا دخيتيها ولا دخيتيها تعيط وغادي تقدر على واش تقدر على الروح تقدر عليها نفوتها ليه اييه ما تبقايش ديري بحال هكا دايره بالدراسك وكتبقى واش ماشي انا مالك حيد يدك حيد يدك وحيد يدك وانت اللي مالك شوف انا مالك غتجي تستغتي نغوت والله حتى غنغوت والله حتى غنغوت اقسم بالله انا غنغوت حيت ما بغاش شويه يضحكوا علينا غير لا غنغوت الا كنتي ما غنغوت ما بغاش شويه يضحكوا علينا الناس ولا ما خصيتش شوف انا كنترعد ما كتخلعني كتقدر تهشرني بهذا الشيء هذا اصلا كتهشرني يلا واخ حيد عاتق خليني يلا واخ خليني عليك عاتق بعد مني يلا صافي واخا وحيد صافي صافي جعت انا جعت كيفاش ما كاين اصلا ثقه ما كايناش علاش ما كاينش الثقه علاش اخويا ما كنتش باغيني علاش كضحك عليا ما تبقايش علاش كنت كنت الله يهديك الله يهديك الله يهديك سيري سيري بعد منا عتقه غنشوهك ناري 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 خلع شيري واو 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 دابا غاتعاودي شي كلمه اخرى اقسم بالرب الكعبه ايش غنعقبك انا بلات انا غنوريك يلا بعدا غنتفاهم وغتجيب ماما غنعيط لوالدك بعدا وغادي نعيط لدارنا وغنديروا شي حل انا وياك وهذا شي نعيط زوين انا غنوريك الله الراحه ارجع غادي نوريك داكشي اللي غنوريك نوريك انا اش كنسوى مزيان اش تسوى الا ما بعدت على راسك تي ساعه انا ماشي سامع وداك الدري والله لا شتي والله عاودتي حلمتي به ولا شفتي على هاد التفاعل على شفتي واش انت كتخوني سم القاعه انت كتخوني انا كتفنى علي وكتخوني والتليفون ها هو هاي مر صاحبتك ها هي هاي مر ماما عجبها تنهضر معاك شوف لقيت عندو التليفون خبيه تحت الناموسيه دابا كنطلع غنصوني عليها انا غنفرجك واش شتي واش خليه دابا حنا في مشكلتنا دابا ثاني اجي اجي بغيتك دابا واش هادشي ديالك هذا واش هادشي ديالك ماشي تليفون يا اختي انا جيني صراحه جيني صراحه وما تكذبش عليا ماشي تليفون جيني صراحه وما تكذبش عليا ماشي تليفون انا قلت لك ماشي تليفون وشنو كيدير عاتك سولي داركم ديال مالك راه تشوف سولي داركم ماشي تليفوني هذيك السام نمرة صحيبتي ما عنديش نمرة صحيبتي يعني شنو عندك؟ ها؟ شنو عندك؟ صحيبتي آه. ما عنديش صحيبتي يعني كاع والو خويا كيما تلاقينا خوت كيما تفارقوا خوت يلا صافي باغي تمشي فحالك اختي كيما تلاقينا خوت واش باغي تمشي اختي فحالك؟ واش باغي تمشي انا عندي اختي ها باغي نمشي دابا اخويا واخا مبقاش انا راه عندي الماتش خويا ما قلتي حتى كلمه والماتش اليوم ما قلتي حتى كلمه العيب غادي نتفرج واحد الماتش ها شي نفوت قلتي حتى كلمه العيب صافي اليوم لعب البارسا اختي عارف انت البارسا شكون لعب اليوم انا نخرج الزال دابا شنو غاديري انت خويا غنمشي بحال هاتي غنجمع حوايجي خويا خرجي غدا وجمع حوايجي غنمشي بحال هاتي ما تقاش تنص عليا ما تقاش عليا ما تقاش تنظر عليا حيد ما تقاش تنظر عليا غتقطع عليا الجاكيت غتقطع عليا تخلي عليا حيد انا غنوريك ناري 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 انا غنوريك مخبي التليفون مخبي التليفون تخيل بس انا التليفون ما كانش ثقه بيناتنا هذا هو القرار الاخر ما كانش ثقه بيناتنا هذا هو القرار الاخر ديالك هذا هو القرار الاخر ديالك دابا اسمعيني اسمعك الا مشيتي كتحدثي واسمعي حيت ماشي تليفوني وغتقولي انت خانز ومسخ نتايا فهمتيني بزاف عليك انا بزاف اصلا بزاف باش نكون انا لا الله واخا سمعتيني لا الله شنو بزاف باش نكون عندك بزاف باش يكون عندك ولد سميتو وسيم بزاف عليك ما تخليش تهضري معايا هذا اللي بغات تجعلي انت خائن انت خائن اجي لي خائن ملي دير التليفون هنايا ملي دير التليفون هنايا وحطو لي الاسم اللي درت ليا العاشره على كيفاش كنتي دغيا دغيا تسلسي لي الدموع هذا ما خفيت والو هي قلت لك الحق ما سمعت ديك الدنيا الاخيره والله لا سمع
سمحت لي قدام الله ولكن انا غنمشي بحالاتي وعقل على ما مشيت بحالاتي بقيت معاك ولا خاصك تكلمني الاولاد اجي ندير واش التليفون اللي كان هنا قسما بالله سامي اسمع اسمع واش اقسم لك فمي بالله تدير لك مقلبه سامي وحق الله العظيم يلا اقسم بالرب تاع ولا بغات فيها شي ديك الباليزه ولا غنولي نكذب في المشاكل اش مقلبش شنو خرج منك واش حيد حيد بعد من حيد حيد مقلبه سامي جي صافي صافي وينو يلا صافي سيدي انت يا قصبة بالله ما مزيان يلا صافي ولا زبل بعد من الغلق ولا الغلق ولا زبل بعد مني اجي ولا جيت خليتيني نجحتي في الامتحان نجحتي في الامتحان عيط عليا الكاميرا دي اقسم بالله تنضرب ديال ما مع الارض ضرب يعني نعاود نضرب انا جعت والله ما عرفتش اصلا البرانك هذا ما خليتش ما نلعبوش صافي صافي الاخوان زبلنا اليوم مع ساميه الله يلا زبلنا هذه بصح كتبكي صافي صافي يلا صافي 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 يلا هضري معاه وصافي راه اصدقائنا احبائنا داكشي صافي دابا خليني بلاتي نبرد عاد المهم معايا ساميه الاخوان الصبجيني وخرجتي وحمقتها ديال بصح اليوم والله اخوتي تحمقتها ديال بصح بالله لا كان هذا دابا مقوص عصبي حسيت بيها تاع الصباح ربي اللي عان بيا طلع لي الطون مسامح كريم وانت عارف اللي غندير هاد الزبله بالروج ولا سامي اقسم بالله ما عارف هما كي درت لك ردك الفعل دابا جاوبيني بصراحه يعني كنقول الناس العائله ديالي تسمح لي بزاف على هاد الشيء اللي درت وعاد الغوات ما كنتش عارف دار اي وكلام جوجه غادي تفهم قصدي بان راجل مخبي على التليفون التليفون راه تبارك الله هي باينه شي حاجه صافي هذا راه نسى التليفون تعيط لي شي وحده سمعت صوتي وقطعات ايوا انا عاصر شكون شحال هكا سامي واش كيجي فيا عندي مد غير عجبتيني فواحد النواط تصفقت عليك طاق 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 المهم اخوان سمح لي يا اختي سعيده على الكاس اللي كمل هذا لا فيديو هذه راه قبل هذا لا فيديو راه كنبغيو كنموتوا عليك تحيه للوالدين تاعهما اختي عزيزه والوالده وكاع كلشي 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 كنموتوا عليكم تحيه الشيخ يلا على مولانا عقوسي يلا لويساتي كاملين يلا الصغيره الكبيره لوسي حكا يوسف عندي واحد ديديكاس لك يلا سامي قطع من عندك وشتي الكاميرا يلا ما تنساوش المهم واحد الفيديو هذا باش تفرجوا فيه وما نحرمكمش من هذا الفيديو هذا تفرجوا فيه واخا انا طلعت لي السخانه وما خليت ما قلت نقدر نكون قلت شي كلمه ما جات تما كنهضر معكم لي لايك كثروا من لي لايك لي لايك لي لايك اوالو ما كتكثروا لا من لي لايك لا منكم ان شاء الله دابا كثروا من لي لايك ولكن هاني واش نقول لكم وهانيه يلا سامي اش نقول لي بلاتي اسكت اش نقول لكم المتتبعين ديالنا كنبغيكم دائما راكم في القلب واي برانك بغيتوه كومونتير من تحت انستغرام سامي عتيق مرحبا بكم يلا بسلامة يلا قولوا بسلامة يلا بسلامة الاخوان يلا على مولانا بسلامة عليكم والله مشينا عندي ما يدير الله يلا سلامة باي باي يلا